أصدقائي راح يكون الفيديو عن الطفل المغربي اللي حصل على 5 مرات بطولة في العالم في الكيك بوكسينج والكاراتيه. غزير اوكي تقرا المعوذتين والبسملة تصلي جوج ركعات قبل ما تطلع. الانتصار والإبهار لاذ ما نسيم في كل نزالاتها، وفقت الحصيلة كل التوقعات، إذ حاز على أزيد من 200 لقب ونال صفة مؤطر للفنون القتالية في عدة مؤسسات تعليمية. فضلاً وليس أمراً، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيراً. أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي. حي على الفلاح. لكن الأمنية دياله هو يحفظ القرآن، والمهم هو ديما تقول لهم دعيو، الصلاة، الدعاء، خاصة تكون عندك واحد الكونيكسيون ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. دعيو، الصلاة، الدعاء، الصلاة، الدعاء. I want to give some advice to champions who are out there to always stay humble and to never give up. Work hard for what you and try to achieve what you've been dreaming to achieve, and always pray and thank Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة I love you Allah. وخلينا هلق مع بعض نتعرف على جاكي شان المغرب. بتمنى الفيديو يعجبكم وبتمنى ينال اعجابكم.